هتقدم نصيحة للشخص اللي انا هقول لك على اسمه، هي نصيحة كلمتين ثلاثة يعني، فتقول لي هقول لك الاسم، قول لي انا بنصحه انه يعمل كذا كذا كذا. زيزو. جمهور الزمالك بيحبك. حلوة الكلمة قوي. كهربا. يعني انت اتمنى حل مشكلتك، هيتفرق كتير قوي معايا. نفسية. امام عاشور. لازم تثبت اللي انت قد الضجة اللي حصلت. حلوة برضو الكلمة قوي. ماشي، حلوة قوي الكلمة. عبدالله السعيد. زي ما انت ما يفكرش في الاعتزال. لا، لان كان في كلام كده انه اصل خسارة. احنا اللي هنخسر. صح، معاك. شيكابالا. ايقونة نادي الزمالك. عبد الشافي. ما تعتزلش برضو. حتى لو هو حس انه يعني ما ينفعش، موجوده ضروري في التوقيت ده في نادي الزمالك. قائد. روي فيتوريا. ماشي بشكل كويس. ما تنصحوش بأي حاجة انه انا مش انصحه، انا اتمنى ان يبقى في كاس العالم. كلنا نتمنى. بس كلنا اتصرف. نتمنى. اتحاد الكورة. عايزين بس الدوري يبدأ ويستمر من غير اي توقفات، كل حاجة بانتظام. ماشي. بمواعيد. اوكي. بس. حلو. هقولك بقى شخص وقول لي بس وصف لي من وجهة نظر عشرتك معاه، من حبك ليه، من اي حاجة. حسام حسن. مثل الاعلى. ابراهيم حسن. الغزال. طارق السعيد. من الناس اللي اتعرفت عليها قريب قوي، وبقى حد قريب مني قوي. لسه مسلم عليك فخليني اسألك عليه. محمد صديق. جميل. حسام غالي. قائد. حسام عاشور. كان نفسي يكمل في الاهلي. عمرو جمال. اتمنى يرجع عمرو جمال اللي لعب معايا. احمد فتحي. كنت اتمنى يكمل في الاهلي. كنت اتمنى انه يكمل. اوكي. عمل. اتمنى يفقني حياته في النادي الاهلي. رمضان صبحي. خسرت الجمهور، خسرت النادي الاهلي. بفايدة؟ مهما كانت بص رمضان صغير. الفرق الفلوس هيقدر يعوضه. كنت اتمنى يكمل في النادي الاهلي، كان يبقى بص الفترة كان هو رقم واحد في النادي الاهلي. شريف اكرام. شخصية جميلة. سعد سمير. زكي. تريزيجيه. شخصية محترمة قوي. محمد صلاح. مثل اعلى لكل المصريين. لكل المصريين. لكل المصريين. ايه اللي عمله محمد صلاح مفيش ولا لعيب قبليه قدر يعمله؟ النجاح اللي هو فيه. ايه هو يعني ايه اللي عمله عشان يوصل للنجاح ده؟ اشتغل على نفسه. مفيش ولا واحد اشتغل على نفسه زي محمد صلاح. بص خلينا واقعيين، رقم واحد التوفيق ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزك ليه؟ طبعا. والرزق والنصيب وكل حاجه. طبعا 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 طبعا. حظه اللي هو لعب في فرقه ولعب مع مدرب استغل امكانياته. حلو. واجتهد واشتغل وخلاص. الثقة. مين اللعيب اللي كان ممكن يبقى في مكانة تانية خالص لو كان اخلص الكرة وحبها وادالها كانت هي هتديله اكتر من كده بكتير؟ بص انت لو قعدنا نقول من هنا لبكرة، يعني المحترف اللي انت كنت تتمتع تشوفه احمد حسام ميدو. ده فلو كان ركز مع الكرة اكتر من كده كان عدى الناس دي كلها. كان عدى ابراهيموفيتش على معاك. اي حد. ميدو انا بالنسبة لي ميدو ده حاجة كبيرة قوي.